ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الكينية نيروبي السفير محمد نصر مساعد وزير الخارجية كبير مفوضي الرئاسة لمؤتمر المناخ. سعادة السفير، بعد التحية، مصر كانت من أولى الدول التي نبهت لخطورة التغيرات المناخية في القارة الإفريقية وطالبت بضرورة دعم القارة في هذا الملف. برأيك كيف تسهم قمة اليوم في دعم المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية داخل القارة؟ شكرا لحضرتك. هو طبعا القمة اللي بتتعمل النهارده دي أول مرة أفريقيا يتعمل فيها قمة للمناخ مختصة بالدول الأفريقية، وتيجي تنفيذا لتوافق صدر واحنا في شرم الشيخ، خلال مؤتمر مناخ في شرم الشيخ، ان افريقيا تعقد مؤتمر لتناقش الاولويات الافريقيه وتسعى بها في الاجتماع القادم اللي هيحصل في الامارات. الحقيقه القمه اللي موجوده اللي احنا بنحضرها دلوقتي بيحضرها اعتقد عدد كبير جدا، احنا يعني حوالي اكثر من 10,000 او 12,000 مشارك من المجتمع المدني والقطاع الخاص والسياسيين، وتقريبا اكثر من 20 رئيس دوله وحكومه، منهم مع دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المصريين. الهدف من الاجتماعات اللي هي هتشتغل، القمة تبدأ بكرة، هدف الاجتماعات اللي هتستمر لمدة 5 أيام هي مناقشة الأولويات الأفريقية وكيفية تيسير نفاذ أفريقيا للتمويل مع عرض الفرص الطاقة المتجددة وفرص التنمية في أفريقيا اللي هي هتساعد المجتمع الدولي لتنفيذ أهداف تغير المناخ. إذا أردنا نتحدث عن الأجندة المصرية في هذه القمة، برأيك ما هي أهم الموضوعات التي ستتبناها الدولة المصرية وتعمل على تفعيلها خلال هذه القمة؟ هي في أجندة القمة وإحنا بندفع فيها بثلاث حاجات. أولا المخرجات بتاعت مؤتمر شرم الشيخ، صحيح، اللي هي كان فيها جزء كبير منها يعني يعكس الرؤية المصرية دي كيفية تعزيز التعاون الدولي ودفع جهود ممكن تغير المناخ، ده النقطة الأولانية. والنقطة الثانية طرح برضو عرض عدد من المبادرات اللي مصر اطلقتها على هامش قمه شرم الشيخ، وبالذات المبادرات اللي ليها علاقه بافريقيا، وعدد من المبادرات. والنقطه الثالثه هي بقى المشاركه في النقاش اللي هو بيدور حول تلوره عدد من الرسائل السياسيه التي سيتم طرحها على القمم القادمه، سواء القمه اللي هتتعمل في نيويورك مع السكرتيريه العامه المتحده على طموح المناخ، او اجتماعات اللي هتتعمل بعد كده زي مع مجموعة العشرين او مؤتمر المناخ اللي اتعمل في الامارات. فهي دي التوجه بتاعنا. الاستراتيجيه المصريه طبعا هو التاكيد على الاولويات اللي احنا طرحناها وصغناها في خلال نتائج مؤتمر شرم الشيخ، سواء موضوع الانتقال العادل او التوسع في الطاقه المتجدده او تاثير النفاذ للتمويل، وهي كلها موضوعات اساسيه لتحقيق الاهداف اللي اتفقنا عليها في باريس. من العاصمة الكينية نيروبي سعادة السفير محمد نصر مساعد وزير الخارجية كبير مفوض الرئاسة لمؤتمر المناخ، شكرا جزيلا لك.